Assalamu alaikum. Today we make the connection of the exercise four. Of the exercise four. So exercise four. The first question: Let us a and p be two natural integer. Prove that. Prove that. If p is a prime integer, and p divide a power two, and please that p divide a. Let's a and p be two natural integers. Natural integers, any other sorry Prove that. Prove that. If p is a prime integer, added أولي. So, added أولي. Prime integer, added أولي. And p divide a power 2. A power 2 divide axiom, divide axiom, So, and please dot p divide A. Okay. Okay. So, here the idea is if we have two natural Number if we have two natural number A, B, هادو. or two natural numbers. هذا طبيعي. خذوهم على دقيقة باش تفهموا الفكرة اللي راه هنا. صايب. If we have two natural numbers. Here we have the product, the product, الجدات, between A and B. A and B. So, if the question is to, uh, to find the decomposition decomposition as a product prime number now if the question is to find the decomposition decomposition as a product prime number يعني خصنا نحلو هذا الجداء الى اعداد اولية خصنا نحلو هذا الجداء الى اعداد اولية so first we beginning by A we beginning by A so we have the first prime number first prime number cross or point نقوله cross ولا point بس شي the second prime number prime, uh, prime number يعني العدد أولي ولا نقوله prime integer غير كيف كيف صحيح؟ صحيح؟ cross ولا point and a اكسيتر cross بونت جداء The first prime uh, integer from B point the second prime integer from B, say, point, and the end, and etc. يعني كي نبغيو نحلو A جداء ب الى جداء عوامل اوليه واش نديرو نحلو ا آه الى جداء عوامل مضروبه في ب الى جداء عوامل مفهوم ولا ماشي مفهوم مفهوم شو اللي يكون عنده سؤال يحبسني اكتيفي الميكرو ويهدر اه السؤال اللي نطرحه لكم كيف H صحيح is in the first member هنايا or in the second member يعني في الطرف الاول هذا ولا لا with h is a prime integer يعني h is a prime integer we have h cross and d so h is from a or from b الأول So H is from A or from B ركزوا معي دقيقة وكان في التحليل إلى جداء عوامل كان حل عدد أولي سموه أش. H ركزوا معي دقيقة وكان في التحليل إلى جداء عوامل كان حل عدد سموه H تسمى H هذا ما ينجي قولوا لي ما ينجي واحد يأكتف الميكرو جاية. يا. قولوا لي واحد ياكتيفي الميكرو ويعطينا لا ريبونس وكان كي نحلوا الجداء ا حل عدد اولي هو اتش هذا اتش ما جاي؟ ما غادي يجي كي راه هنا عدد اولي ما ينجي اولا البي يا الاولا البي مليح ايوا هذه جواب سهل قولوا لي واحد اكتيفي وصاي سما اش جاي يا من ا ولا من البي فهمتوا ولا لا كيكون عدد اولي هنايا من هادو اللي هنايا صحيح بينجن قديجي يجي A from A or from B مليح اه the second question ركزوا معايا دقيقة or the second remark استاذ سيدي if we have بديتي دي معنا دي. ولا لا؟ نو كنت صغيرة ما كانش معليش بي. من بعد عاود شوفي الديبي تاع الفيديو اه كيكون عندنا A بونت A ركزوا معايا دقيقة A بونت A ولا كروس ولا كما تبغي نقولوا لها صحيح and we have age point indeed عندنا عدة عوامل أولية هنا ركزوا معي دقيقة كي يكون عندي عدد أولي خرج من هذا الجداء كي يكون عدد أولي خرج من هذا الجداء in the first remark في المرحلة ولا ستاب في المرحلة الأولى we say that H is from A or B يعني غادي يجينا يا من A ولا من البي فروم اي اور بي بصح كان كان وي هاف اي كروس اي ولا اي بونت اي هكذا كان يكون اي اي شمن جاي شكون اللي قلنا لا ريبونس من اي من اي يعطيكم الصحه اكثر هنا قلنا يا من الاول يا من الزاوج ذا فيرست نمبر اور ذا سيكند نمبر بصح كي يكون عندنا اتش از ان برايم انتجر يعني عدد اولي عدد اولي انتجر so في هاد الحالة الزوجة in the second case من الأول ولا من الزوج but the first and the second are the same غير كيف كيف A A صحيح so H is from A سما غادي يجينا from A مفهومة لا رومارك دونك هادي اللي راها هنا هي اللي غادي نطبقوها هنايا ركزوا معايا دقيقة the question is prove that if P is

ما مع معناتها بي يقسم ا أه مربع ما مع معناتها بي يقسم ا أه مربع ساو so there exist k a natural number such as صحيح يحقق واش a power 2 is equal to k pound p. نقولوا باللي بي يقسم عدد سما كاين حل عدد كاين الضربة في البي سيب هذا صحيح but a power 2 is equal to a بونت a نقولو point ولا cross غير كيف كيف صحيح مليح صاوا ركزوا معايا دقيقة هنا لا رومارك اللي غادي نديرها كيكون عندي هذه جداء عددين يساوي جداء عددين the product of two number two number is equal to the product of two numbers. جيدة عددين. حتى لكم غير مثال باش تفهموا تبعوا معايا مليح. For example, is equal طيب ركزوا معايا دقيقة. فور إكزومبل كي هادو اللي هنا 8 أند 3 كي هادي صحيح غادي يكون the first number or the second number صحيح divide the first number هي واحد في هادو واحد في هادو اللي راهم هنا يقسم هذا ركزوا معايا دقيقة and the other number لاخر قد يقسم the first number or the second number يعني باش تفهمون هضرها بالعربيه واحد فين هادو زوج غادي يقسم واحد فين هادو زوج فين نقلعوا هادو اللي نهضروا عليهم العدد الاخر غادي يقسم اللي يبقى يعني هنا شكون اللي من لا دروات لا غوش فروم دو رايت اد ذا ليفت فروم دو رايت اد ذا the number who divide شكون اللي يقسم شكون اللي يقسم هنايا ثلاثة يقسم اثنين شري معليش نسيو نتعلموا لونجلي نتعلموا راه هضروا بلونجلي حتى انا غلطوا ماشي مشكل شري ديفايد 12 شري ديفايد 12 سو so هنا درايت رايت ذا ليفت مشيت ملي منها لي سان دروك ذا درايت واش نعاود نقول دروك 2 ديفايد 8 2 ديفايد 8 دونك هذي اللي رحنا كاتبينها هنايا دونك هنا واش غادي نديرو اي ديفايد بي ركزوا معايا دقيقه هذا يقسم هذا دونك كيمشينا ملي صرى لليمنى ملي صرى لليمنى هذو خطر اعداد مجهوله صايي فيا هذو دونك اي ديفايد بي زيدو الحاله الاولى هذي Oh, and واش غادي نقول شو نمشي the left the right a divide b عاودو واش هادشي تسمى الحالة الأولى يا له هذا a divide b and k divide a هذه الحالة الأولى the first cases بصح case. a divide b contradiction Because P is a prime integer. Pi added Ueli No. No. P is divided by one and P, by one and P, but here we have P divide A power two. Sorry. So here we have contradiction. The second care or or P divide. من P divide A. شو the right the left يا هذا يقسم هذا زيدو and a divide k a divide k هذوما الحالات هنايا تسمى هنا درنا زوج تاع الحالات يا هذا يقسم هذا وهذا يقسم هذا ولا هذا يقسم هذا وهذا يقسم هذا وهذا الشرح هو اللي قلتها لكم هنايا هنا, هنا واش راه عندي اي باور اي طيب از ايكوال تو كي باور بي ويت بي از برايم انتجر طيب دقيقه نكتبوها هنايا ويذ big is a prime integer صاي دونك هنا كنا قادرين كاع ما نديروش هادو اللي حنا درناهم معلش حنا غير لاخر ذات ان بليس هنا ديريكتومون هادي اللي شرحناهم باين كيكون عندي عدد اولي على اليمنى ويقسم الجداء كما قبل قلنا h divide i or b وهنا عندنا i pounds A سمانا نقدم مباشرة نقدو لي ولعت ذات وشغلين اكتبها واش غادي نكتب هنايا واش هنا او اي ديفايد اي وصاي تقد مباشره هذيك جيست صاي كي تكتب بصح كتب هذه الجمله ويت بي از برايم انتجر صاي دونك كي يكون عندي عدد اولي منا في هذه الجداءات وجاي من اي بونت اي دونك في هذه الحاله هذا العدد الاولي غادي يقسم يا الاول يا الزوج والاول والزوج هما نفسهم تسمى بي ديفايد اي دونك تقد هذه غادي نكتب هكذا or or we have ولا الطريقه تكتب هذه الكتبه اللي كتب حتى هادو صح صحيح correctly باي سو سو ديفايد

ديفايد نمبر هو ديفايد بي اور بي اند 1 هادو بيكوز بي از برايم انتجر برايم انتجر عدد أول عدد اولي بصح احسن طريقه هي هذه ديريكت دونك كان في ليكزامين واحد هكذا كتبوا ديريكت ما تكتبش هادو اللي هنايا صايب طيب Second question. The first question in the second question: If p is a prime integer, then square root p is an irrational number. Say now If p is a prime integer, then square root p is a an irrational number. So square root two, square root 3 سكوير روت 5 سكوير روت 7 كاع حدو سكوير روت 11 اند دي صاي هادو اور اه انيرسيونال نمبر اور انيرسيونال نمبر اور انيرسيونال نمبر اعداد غير ناطقه اعداد غير ناطقه دو قادر من بين لي تاس ممكن بلاص اللي دارو بي في الحاله العامه انا يبدل لك دو 2 شري هادو اعداد اوليه صاي برايم انتيجر برايم انتيجر هما بالمعنى اعداد اوليه صاي باللغه الفرنسيه نومبر برومي نومبر برومي وتكونوا مع الاستاذ يشرح لكم اللي ما يفهمش حاجه باللغه الانجليزيه ولا باللغه الفرنسيه يدوموندي من الاستاذ يشرح له ولا باللغه العربيه ما كحتاش حتى مشكل صاي مليح ركزوا معايا دقيقه la traduction, si P est premier, alors racine de P est un nombre irrationnel. Oui, racine. So. C'est So here we use C'est we use the contradiction, une contradiction C'est A contradiction a reasoning. only so say here by contradiction. We suppose that square root uh, squ square root P is uh, الراسيونال نعم ركزوا معي دقيقة here before to start our uh, reasoning before to start our reasoning say so we give a remark we give a remark تبعوا معي مليح حنايا <يوم> واش ماشي هنا ركزوا uh, معي دقيقة <نصفيق> ركزوا معي دقيقة We give a remark إذا فهمتوا هذا الرمع صحيح اللي باقي سهل ركزوا معي دقيقة If we have the question What is What is A rational number ركزوا معي دقيقة If we have the question What is A rational number So We write u u تبعهم عاملين rational number باللغة العربية عدد ناطق is a rational rational number so بعد مبعد بدلوهم number u is a rational number if We have the definition تعريف هذا ركزوا معي دقيقة Q is equal to A أتبع over أتبع B تبعوا With A is a relative integer relative integer عدد صحيح صحيح and B is a relative integer different to zero. صحيح ركزوا معايا دقيقة. Huel is a rational number عدد ناطق باللغة العربية عدد ناطق. صحيح rational number بالمعنى عدد ناطق. إذا ما كان. If there exist two integer relative طيب integer relative number طيب the first number a is a relative number طيب عدد صحيح and b is a relative number different to zero صحيح؟ different to zero because b is here صحيح؟ اركزوا معايا دقيقه but

sorry just a minute just a minute So, اسمحوا لي. So, and AB, صحيح, is the greatest divisor between A and B. يعني القاسم المشترك باللغة العربية القاسم المشترك الأكبر الأكبر قاسم مشترك أكبر منها صحيح؟ دونك هنا باللغة العربية العددان هما شكون اللي يقول؟ عددان

بينهم هذا هو التعريف تاع الاعداد الناطقه يعني خصك تزيد هذه ما معناتها هذه ركزوا معايا دقيقه فور اكزومبل اف وي هاف تبعوا معايا مليح ساكس اوفر ايت ركزوا معايا دقيقه اف وي هاف ساكس اوفر ايت ساكس اوفر ايت فيريفاين Our condition هادو يحققهم هادو؟ لا لا صحيح؟ so We write sex over 8 خصنا نكتبوها كيش غادي نكتبوها واش غادي تجي؟ over 3 على 4 3 على 4 نديرو فيديو دوك في اليوت 3 3 4 4 ايوا نتعلمو عمرنا ما نتعلمو لا؟ صاي 3 over 4 so we give the number هذا we give the number after يعني خصنا نحطوه بعد شكون اللي يقول باللغه العربيه بعد خصنا نعطي العدد بعد واحد يعطينا هذه الكلمة بالعربية إيه لكن كان هكذا نولي ندير لي فيديو بوحدي في وقت اللي يساعدني وصاي ها رحنا هكذا باش رحنا في لاصال باش نحنا نتناقشوا خصنا نعطي النتيجة بعدها شكون اللي يقول هذه الكلمة سهلة الاختزال اختزال هذا ما كان باللغه الفرنسيه سامبليفيكاسيون so we give the number after simplification يعني بعد الاختزال هذا هو التعريف تاع الاداء النطق خصك هذا الكسر هذا صاير تعطيه بعد الاختزال after simplification Same for so this definition is from the rational number أعداد ناطقة أعداد ناطقة The question ركزوا معي دقيقة If there is ركزوا معي دقيقة If there is a definition from the irrational number irrational number واش كاين سؤال تاع الأعداد, غي, أه, الأعداد غير واش كاين تعريف تاع الأعداد غير ناطقة صحيح الجواب no. Right, the answer is no. The question, if there is a definition of the irrational number, irrational number, if there is a definition from the irrational number, واش كاين تعريف للأعداد غير الناطقة؟ واش كاين تعريف للأعداد غير الناطقة؟ الجواب لا. The answer is no. ما كانش. ركزوا معي دقيقة. So, ركزوا معي دقيقة. The unique The unique تعريف الوحيد, the unique definition is from the rational number. التعريف الوحيد كاين غير في الأعداد الناطقة. If we have a irrational number, so this number صحيح لا يحقق هذا التعريف، يعني ما يحققناش هذا التعريف. عليها يجيني السؤال بين بلي العدد غير ناطق باش نستعمل الاعداد الناطقه if we have the question from the irrational number to use the definition of the rational number rational number صحيح we use شكون اللي كمل الجمله كان تعريف غير تاع الاعداد الناطقه وما كانش تعريف تاع الاعداد غير الناطقه عليها دائما كيجيني كي السؤال تاع الاعداد غير الناطقه باش نستعمل التعريف تاع الاعداد الناطقه نستعمل we use contradiction ماشي the negation لا contradiction reasoning we use واش تخصني كلمه بالعربيه بالفرنسي كما كم بغيتو بلونغلي نفرضوها انه سمعوا مليح, سمعوا مليح سمعوا مليح سمعوا سؤال غير إيس ركزوا دقيقة التعريف الوحيد the unique definition is from the rational number هذا هو التعريف كاين غير تاع الأعداد الناطقة صحيح؟ طيب. the unique definition is from the rational number كاين غير تعريف تعني أعداد الناطقة there isn't الـ definition from the irrational number irrational number يعني ما حققش هادي هذا ما كان يعني خصنا نوليو للأعداد الناطقة عليها كي راهي يجيني السؤال تاع الأعداد غير الناطقة if we have the question from the irrational number كي راهي يجيني السؤال تاع الأعداد الناطقة صحيح؟ to use this definition هادي باش نستعملو هادي اللي تخص is particular from the rational number نستعمل شكون اللي يزيد يكمل الجمله بالعربيه بالفرونسي بالانجلي شكون اللي يكملها لابسيور <applause> <applause> يعطيك الصحه لابسيور كملت هذا ما كان يعطيكم كاع الصحه نستعملوا البرهان بالخلف نستعملوا اون يوتيليز لو ريزونمون بار لابسيور وي يوز دو كونتراديكسيون ريزونينغ علاش خاطر ريزونمون بار لابسيور هو اللي يردني الاخرين لو كونترير العكس فهمتوا ولا لا هذا ما كان عليها قاع التمارين كي تشوف اراسيونال نمبر لابسيور اراسيونال نمبر كونتراديكشن ريزونينغ لي نومبر راسيونال اون يوتيليز لو ريزونمون بار لابسيور الاعداد غير الناطقه نستعمل البرهان بالخلف فهمتوا علاش خاطر ما كانش تعريف خاص Say so, we have a, we haven't a particular definition from the irrational number. ما كانش تعريف خاص بالأعداد غير الناطقة. عليها قاعد تمارين تاع الأعداد غير الناطقة نستعملوا لابسيرد على خاطر كي تستعمل لابسيرد غادي تولي في الأعداد الناطقة وكملت. صحيح يا جماعة الخير؟ كملو؟ أنكملو. So here we use the contradiction reasoning. We use the contradiction reasoning. We suppose that square root p is a rational number. ها! نفرضو باللي عدد ناطق. نفرضو باللي عدد ناطق. كي عدد ناطق، ركزوا معي دقيقة. So we write the definition. هذه هي لا ديفينيشن. What is the remark here? شكون اللي يقول لي الملاحظة في هذه اللي كتبتها تروح. A and المشكلة هنا is relative number أعداد صحيحة. وهنا وش راني كاتب؟ أعداد طبيعية، ناتشورال نمبر. علاش من الأعداد الصحيحة كتبت الأعداد الطبيعية in the okay. in the definition we have relative number ركزوا معايا دقيقة صحيح؟ وهنا we have natural number other remark ملاحظة أخرى الأي in زاد أي is in زاد but الأي here is N star علاش غادي نجاوبكم بيكوز شيخ باسكو يط... بي بوزيتيف وما ها... زيرو ايوا يعطيكم الصحه بيكوز بي از غريتر ستريكتلي تو زيرو غريتر ستريكتلي تو زيرو يعني عدد اكبر تماما من من صفر دونك كي عدد اكبر تماما من صفر سو بي از ديفيرنت تو زيرو

ساو عليها انا راه هذيك الزاد رديتها ان بصح اللي يكتب زاد جيست صح وراك بصح اللي يكون يفهم مليح كي نكونوا نتعاملوا بالاعداد الموجبه ما يشقاش نخدم بالزاد نخدم بالاعداد الطبيعيه and a and b is equal to one here the greater the divisor of a and b is equal to one القاسم المشترك الاكبر بيناتهم هو واحد صحيح اركزوا معي دقيقه ويد سكوير روت بي العدد تاعنا ما تنساوش هو هذا سكوير روت بي راني دروك راني نطبق هذه هذه هذا التعريف كي كان عندنا كيو وهنا سكوير روت بي is equal to a over b دونك شكون اللي راه هنا في هذه الكتبه شكون اللي راه سكوير سكوير مليحه سكوير سو غادي نديرو باور 2 غادي نربعو الطرفين نربعو الطرفين غادي نسيبو بي از ايكوال تو اي اوفر بي بيتوين بارنتيزيس باور 2 عاود شكون اللي رغب لنا هنا باور 2 بل صح ها هذه قادر قاعد نديرو هكذا دقيقه اس ايكوال هاي لي اي باور 2 صح معليش هذه من بعد نشوفو وهنا بي باور 2 دروك شكون اللي راه غابلنا شويه في الكتبه لا صاي سكوير روت هذا كملنا معاه ربعنا الطرفين وراح صاي هذا كملنا معاه دروك رحنا هنا الكسر الكسر يعطيك الصحة اوفر صحيح دونك الكسره غابني استعملوا اللي نعرفوا حنا جداء الطرفين يساوي جداء وسطي 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 مليح ساو تجينا <applause> <applause> so, بي بونت بي باور 2 از ايكوال تو اي باور 2 ساو كي so, تكون عندنا هكذا بي ديفايد اي باور 2 واه ولا لا بي قسم هذه يكون عندنا عددين يساوي هذا سما هذا يقسم وي يوز ذا فيرست كويشن نستعملوا آه السؤال الاول نستعملوا الاول كي يكون بي ديفايد اي باور 2 ركزوا معايا دقيقه ديفايد اي باور 2 اند بي از ا برايم نمبر انتجر عدد اولي كي بي يقسم صحيح؟ because prime integer هادي hypothesis فرضا قالوا عدد اولي يقسم اي باور تو يقسم ا اوس هو عدد اولي ثم يقسم واش اي اي سما يقسم اي ديفايد اي ها اي كي يقسم اي ما معناتها بي يقسم اي so there اكزيست a k كاين حال عدد وين اي is equal to k بونت بي واه ولا لا واه واه دونك نعاود نولي لهادي دروك ركزوا معايا دقيقة وي ريبلايس لو اي غادي نعوضوا هذا الاي تبعوا معايا مليح وي ريبلايس اي باي كي بوند بي غادي نعوض الاي اللي هنايا صاي بنهادي هذه دونك اش تجينا دقيقة جي هكذا ولا لا كنعوضوا الاي جي هكذا ولا لا وي ريبليس اي ها هو هذا الاي شفنا هذا الاي غادي نعوضه هنا طيب وهنا واش غادي تجينا بي شو هذه خليتها ها هي تبعوا معايا مليح غادي نزيدلكم عاوده لكم كوريكسيون جديده والاي هذا هو ولا لا الاي هذا هو ولا لا يا yeah. لا سو هنا وي we are this simplification غادي نختزلو صحيح and please شكون اللي غادي يروح اللي نختزلو دروك البي مع البي البي مع البي البي مع البي ها البي مع البي يا دروك we have b b power 2 is equal to b بونت كي باور 2 تسمى واش نقدروا نستنتجوا بيلين بيتا بي ديفايد بي باور تو بات بات لكن بات بي از برايم عدد اول عدد اولي هيا نعاود نستعملو السؤال الاول البي عدد اولي ويقسم بي مربع تسمى واش يقسم يقسم بي يقسم البي يقسم صحيح ذا برايم انتيجر الاعداد الاوليه ما يبدأ؟ الاعداد الاوليه شكون الاول في الاعداد الاوليه واحد لا واحد ماشي عدد اولي ذا برايم از 2 اول عدد اولي هو 2 2 3 5 7 and eight. صحيح so بي از واه ولا لا؟ <applause> وي واه ايوا هيا دروك ركزوا معايا دقيقة بي ديفايد بي هادي نسميها اثنين وهنا واش صبنا؟ بي ديفايد آل. بي ديفايد اي سو so, بي هو از ديفيرنت تو 1 على خاطر على علاش يختلف عن واحد بين قوسان is a prime عدد integer وعدد أولي صحيح so, هو is دقيق ص غادي ندير هنا دقيقة لا معلش خلي هنا so is a prime integer صحيح so, عدد يختلف عن واحد

وغادي نتصغر غير باش تشوفوا واش راني كاتب يعني راك صايب بلي بي ديفايد بي ركزوا معايا دقيقه وبي ديفايد ا سما هذا البي هو قاسم مشترك للا والبي وحنا في الاول واش قلنا البي جي سي دي بيناتهم شحال ديجري واحد واحد, واحد. تناقض ولا لا تناقض تناقض صحيح دقيقه غير هاد الطابلو باش يبان لكم دقيقه زو معايا دقيقة P ديفايد A يقسم A و P ديفايد B with P is different to 1 يعني عدد يختلف عن واحد because 1 is not a prime integer واحد ليس عدد أولي طيب سمى هذا هو is a divisor common صحيح from A and B هو قاسم مشترك ل A وال B واه ولا لا؟ So contradiction with تناقض مع واش؟ The greater common divisor is one تناقض دونك اللي فرضناه خطا So our hypothesis is false our hypothesis is false خطأ

square root b is equal to a over b with a and b is equal to 1 يعني القاسم المشترك الاكبر بيناتهم يساوي واحد and a e b are natural uh, number different to zero اعداد طبيعيه تختلف عن الصفر هنا درنا اس 2 باور 2 power 2 so is equal a over b power 2 is equal a power 2 over b power 2 so b point B 2 يعني كي نضربو هذا في هذا is equal to A occurring طيب A باور 2 هي ما يكون عندك هذه عدد في عدد يساوي هذا سمى هذا يقسم هذا ولا لا يقسمه divide هذا ولا لا يقسمه so بي divide A باور 2 هنا نستعمل السؤال الاول اللي كنا نشرحوه بايل كي بي يقسم A أو 2 وبي عدد أولي برايم انتجر هاي تسمى يقسم اي ها الاولى صبنا بلي بي يقسم اي كملنا معاها بي ديفايد اي ما معناتها ذير اكزيست كي كاين حل عدد اي از ايكوال تو كي بونت بي هذه ما معناتها بي يقسم ا بي يقسم ا بي ديفايد اي بي ديفايد اي كاين حال عدد اللي كنضربو في بي نلقاو اي اذا هذا اللي راه هنا غادي نعوضوه آه. هنا ها هذا اللي راه هنا وي ريبلايس اي باي كي بونت بي نقولو بونت ولا كروس اي كيف كيف هيا عوضوه عوضوه سما واش غادي تجينا بي بونت بي بي بونت كي بونت كي صاين زوج تاع الكا وزوج تاع البي هذه هي هذه وي سامبليفاي بي اختزلوا البي واش نصيبوا بي باور 2 هذا يبقى لنا غير هذا اس ايكوال تو بي يبقى غير هذا بونت كي باور 2 صاين وهنا نعاود نستعملوا السؤال الاول بي ديفايد بي باور 2 يقسم هذا with b a prime integer prime integer يعني عدد اولي prime integer يعني عدد اولي نعاود نستعمل السؤال الاول بي عدد اولي ويقسم بي او 2 تسمى واش يقسم بي دونك شوفوا بي. لي الاولى المعطيات الاولى والمعطيات الثانيه we have p divide a and p divide b صحيح so البي از is a divisor comma يعني قاسم مشترك ديفيزور كومان، صحيح قاسم مشترك between A and B، واه لا لا؟ هو قاسم مشترك بيناتهم، تناقض علاش تناقض؟ بيكوز ذا يونيك ديفيزور كومان، قاسم مشترك الوحيد between A and B، اللي هو القاسم المشترك الأكبر، إس إيكوال تو 1 يساوي واحد، and P، is a prime integer هو عدد أولي والواحد ليس عدد أولي contradiction تناقض so we have a contradiction so our hypothesis is false فرضية تاعنا خاطئة اللي فرضناها we suppose that square root p is a rational number false خطأ it's more sense than Joe. conclude that square root p is a rational

اللغة الفرنسية هذه on deduit like عقدة on deduit like, هاي اللغة العربية استنتج استنتج that هذه inference صحيح like, square root two plus square root three is irrational number استنتجوا بلي هادو عد the sum المجموع is irrational number صحيح. So, in the first question, we have square root p we have square root p plus square root uh, h ولا عندنا غير وحده so square root 2 is rational uh, irrational number square root 3 is irrational number عليها هنا ركزوا معايا دقيقه In if the question is to prove that a number is irrational number, we use we use the contradiction. we use the contradiction the reasoning دائما نستعمل البرهان بالخلف. We use the contradiction the reasoning. دائما نستعمل البرهان بالخلف. لذا لـreasoning في الرابط. By contradiction we suppose that is rational. عدد ناطق. صحيح. أه ah, بقى نسقسيكم كي يكون ألفا عدد ناطق. صحيح. different to zero. هذا different to zero ولا لا وا راه يختلف عن الصفر واه دونك الفا is in q صحيح باور ستان عدد غير عدد ناطق يختلف عن الصفر يختلف عن الصفر معناتها هذاك العدد الناطق يكتب اي اوفر بي ياك and please that alpha is equal to a over b شخص ما كيكون عندنا غير وحده نديرو ا سور بي كيكون عندنا زوج نديرو الفا لا لا ما زعما غير نعطيكم رومارك انا غير ملاحظه اه <applause> غير ملاحظه <applause> كيكون عندنا الفا عدد ناطق غير معدوم غير معدوم تسمى الفا از ايكوال تو اي اوفر بي اي اند بي اور ان زد ستار واه ولا لا اعداد صحيحه تختلف عن الصفر واه ولا لا صاي بات ان بليز ركزوا معايا دقيقه 1 اوفر الفا يعني المقلوب وش غادي يجي المقلوب اس ايكوال تو بي سور ا بي سور ا بي اوفر ا صاي هو از نساو اي اند بي اور relatively برايم يعني اعداد اوليه فيما بينهما سما هذا حتى A از ديفيرنت تو زيرو بي از ديفيرنت تو زيرو يعني بي سير ا اور ان كيو ستار واه لا واه ايوا هذه اللي درت هضروك مارك هذا هذاك نعاود نزيد لكم ولا ان شاء الله هذا راه قدام معليش نلحقو ان شاء الله ا هذه اللي استعملتها وي سوبوز ذات سكوير روت 2 بلس سكوير روت 3 شنو غير دقيقه دقيقه كما تشوفوا هنا تفهموا شنو راني داير هذه هذيا نستعمل هذا الملاحظه هذا هو اللي راه يلعب دور 1000 So here, هذا is equal to ألفا هذا هو اللي رأينا عبدة ألفا One over ألفا is in Q. صحيح وراها is in Q star. يعني عمره يكون is equal to zero. دونك so, هذا is the conjugate. المرافق. تربنا في المرافق. دك تشوفوا علاش؟ كي دربو في المرافق ونقسمه على المرافق. التحت غادي تجينا ين أ ولا الموانزة. هنا واش غادي تجي التحت؟ كي دربو في المرافق. التحت شحال غادي تجي؟ يا عطاوني باش نمشي نصلي الجمعة هذا شحال غادي تجي ها موانزا موانزا جي جي ماينوس وان ماينوس وان تسمى شحال تجي النتيجة في التالي غادي تجي سكوير روت 3 ماينوس سكوير روت 2 إس إن كيو ضربنا the product with the conjugate, say, and we divided with the conjugate. ضربنا وقسمنا على مرات. ملي. So we have this number is rational. عدد ناطق. We have this number is rational. Rational plus rational. كي يكون عندنا كسر زائد كسر. وش غادي يمدلك؟ كسر. 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 ملحق. the sum of the two number number عندي عدد ناطق زائد عدد ناطق صي اند give هيدرو دقيقة give غادي هنا ما هذي هنا هنا غادي يجينا تشري وهنا تو كي نجمعوهم شحال غادي جينا 2 سكوير روت 3 طيب سما هذا غادي يجي عدد ناطق صحيح دو نديوها من هيها هذا 2 ونسيبو سكوير روت 3 is in is a rational نمبر عدد ناطق كونتراديكسيون علاش تناقض السؤال اللي درناه قبيل واش قلنا فروم اول بي كاع الاعداد فروم اول بي وين بي از برايم انت انتجر يعني عدد اولي سكوير روت بي از اراسيونال نمبر هذي برهناها قبايل كاع الاعداد الاوليه وهذه تقدر تستعملها في التمارين كاع يعني الاعداد الاوليه جذرها هو عدد غير ناطق وحنا واش حنا صبنا عدد ناطق ناطق بات ان بليز ناطق بات از سما هذاك اللي قلعناه بلاص نفرضنا فرضنا بلي عدد ناطق خاطئ صبنا كونتراديكسيون سما هو عدد غير ناطق غير ناطق طريق ايراسيونال نمبر هذا ما كان هذه الطريقه اللي درناها دروك تاع اللي استعملنا المرافق وكاين طريقه اخرى ركزوا معايا دقيقه نستعملوها هنايا يعني. غير كموان هذه دوك تشوفوا علاش غير كموان هذه الطريقه الاخرى واش تقول كي يكون عندي الجمع ما بين اعداد غير ناطقه جمع نديرو هذا اس ايكوال تو الفا ديره اس ايكوال بون بدل اس ايكوال تو بيتا بدل باش ما تقولوش كمان هذا الفا واش ندير هذا جي ثلاثه نديوه للطرف الثاني ونربعوا الطرفان كي نربعوا هالطرف الطرف شحال يجي So, شو so, كير كي اني هذا هذا كي نربعوا هاد الطرف شحال يجي زوج تو زوج ما كان لا جدر لا والو وكاين مش... هذا كيمشي من هنا تجي متطابقه شهيره ياك يعني. فيها نعم. بي باور 2 بي اس 2 وفيها 2 بي جدر 3 2 بي سكوير روت 3 فيها 3 اه 2 راسيونال شري راسيونال عددات ناطق. عدد طبيعيه ناطقه خط المقام تاعهم واحد و2 راسيونال يبقى غير سكوير روت 3 هذاك سكوير روت 3 غادي تصيفاه يساوي عدد ناطق تصيب نفس التناقض اللي راه هنا غير كيف كيف هذه الطريقه الزوجه طاي وهي اللي غادي نديروها هنايا تبعوا معايا مليح هنا جمع تاع ثلاثه تاع الاعداد ها ثلاثه الاعداد هي معايا دقيقه غادي نلف هذيك الجمله دقيقه by contradiction we suppose ها هي كونو ثلاثة زوج ثلاثة أربعة دي دي إس إيكوال تو ألفا ها ألفا هيا دروك هذا هذا ديجا درناه ولا ما درناهش هذا درنا درنا دونك غادي ندي هذا للطرف الثاني هكذا نديرو قبيل هكذا لا هيا ربعوا الطرفين ربعو الطرفين سي بون جينا هادي نصيبو باللي سكوير روت 6 is equal to alpha power 2 plus alpha over 4 alpha عدد ناطق سمعوا مليح عدد ناطق alpha أس 2 يجي عدد ناطق ولا لا؟ عدد ناطق من اللي قلنا هذا راسيونال سمع هذا راسيونال راسيونال براس راسيونال عدد ناطق زائد عدد ناطق هذا علاش عدد ناطق المقام تاعها راه واحد يجي عدد ناطق كينقسموا على أربعة هذا يجي كسر ولا لا؟ عدد ناطق ولا لا؟ عدد ناطق يجمع عدد ناطق سما So we have square root six is rational number. يا دروك نولي ولا هنا؟ عدد ناطق ناقص عدد ناطق. سما هذا وش غادي يجينا؟ عدد ناطق. عدد ناطق. Contradiction with هذا مك سؤال لي درناه قبيل قبيل وشبرهنا برهنا بلي هذا عدد غير ناطق وحنا شرحنا صايبينه ناطق ناطق كونتراديكشن كونتر او يعطيكم الصح سايج جماعة خير الشيخ سؤال الشيخ في الفا غير مشي يصلي ها لي درنا واحد على الفا كنا قادرين نديرو بهدي الفا نورمال واه كنا قادرين نديرو هادي نفس الطريقه واه غير كيف دائما كيكونوا جوج اعداد ثلاثه اربعه دير هاد الطريقه والاخرى تاع الكونجيغي راها زياده الطريقه الزياده آه. صافي آه. اي آه. اي آه يعطيكم الصحه باش نصليو بارك الله فيك صحيت ما يقبلش الله يسلمك